بل برفيق. فأنا أعزي نفسي وحزب القوات اللبنانية وتيار المستقبل والرئيس سعد الحريري و14 أذار وجميع اللبنانيين بهذا الرجل النبيل الراقي الذي لن نجد كل يوم مثيلا له. إن اغتيال محمد شطح رمز الاعتدال والكلمة والفكر والحوار، يضاعف الأسئلة حول المدى الذي بلغه ضيق صدر أهل الهيمنة والإلغاء والسلاح. أهل لهذه الدرجة أزعجهم محمد شطاح؟ أهل هكذا يحاربون التكفيريين من يدعون التباكي على ضحايا التكفيريين كل يوم؟ أهل مثل هذا الاغتيال يستولد محمد شطح ثانيا أم أبو محمد الجولاني آخر؟ ما هو ذنب محمد شطح؟ لماذا هو بالذات؟ هل لأنه معتدل وصاحب حجة ومنطق؟ أم أن الحقد أعمى ولقد أعمى أصحابه فباتوا لا يميزون وجل همهم تنفيذ التهديد والتهويل بمن توافر؟ لقد قتلوا رجل الأخلاق والاستقام والكلمة والمبادئ، لكنهم بقتل محمد شطح تمادوا كثيرا. لن نلين ولن نتراجع في الكباش ولعبة عد الأصابع والإلغاء الجسدي والتهويل المعلوي. إن اغتيال محمد شطح لا يمكن التعاطي معه كجريمة منفردة ومعزولة في الزمان والمكان. إنه جريمة نفذتها أياد محترفة وتندرج في سياق مسلسل الاغتيالات التي استهدفت وتستهدف قادة 14 أذار ورموزها، من محاولة اغتيال مروان حمادي واغتيال رفيق الحريري إلى اغتيال وسام الحسن ومحمد شطح. سقط محمد شطح شهيدا جديدا لثورة الأرز وانتفاضة الاستقلال، ومع ذلك لا يمكن أن نتعاطى مع هذه الجريمة على قاعدة إحصاء الشهداء والخوف من المزيد، بل على قاعدة المزيد من الصمود والتماسك والإصرار على مواجهة القتل والشر. لن نسمح للقتلة بأن يؤثروا علينا. إن مواجهتنا معهم مفتوحة وثورة الأرز مستمرة حتى قيامة لبنان. ثورة الأرز مستمرة حتى نستعيد الوطن والدولة والمؤسسات، وحتى تستقيم الحياة السياسية الديمقراطية وينكفئ منطق التهديد بالشلل، منطق الخراب والفتنة وضرب الدستور والمؤسسات الدستورية، منطق الاغتيال والإلغاء الجسدي عند الحاجة. لقد آن الأوان للتمييز بين المؤمنين الفعليين بالاعتدال والانفتاح والعيش المشترك واحترام الآخر والتنوع والتعددية، وبين من يدعون ذلك شكلا ويمارسون فعلا كل صنوف الإلغاء والقمع والتدمير والتصفية، مستجلبين عن سابق تصور وتصميم التطرف والتكفير ليخيروا الناس بين سيئين. لقد شكل اغتيال محمد شطح رسائل تهويلية عدة تنضم إلى الرسائل الكلامية التهديدية في أكثر من اتجاه. إنهم يعتقدون بأنهم أصابوا في هذه العملية جملة أهداف مع اقتراب بدء المحاكمات في المحكمة الدولية، ومع تصاعد الإلحاح لتشكيل الحكومة العتيدة واقتراب الاستحقاق الرئاسي. لن نسمح بسقوط الدولة والمؤسسات، سواء بالشلل كما في مجلس النواب أم بالتعطيل كما في تشكيل الحكومة، أو بالفراغ والتركيبات الملغومة كما في الاستحقاق الرئاسي. المواجهة اليوم لا تختلف عن المواجهة مع بداية مسلسل الاغتيالات والتفجيرات، فما يراه الآخرون محاولة للإجهاز على ثورة الأرز و14 أذار نراه نحن مدعاة لتجديد انتفاضة الاستقلال. إن وجود لبنان بحد ذاته كدولة وكنموذج للحرية والتعددية بات على المحك. لن يثنين عن خوض المعركة الفاصلة اغتيال رمز إضافي من رموزنا أو رهان على تغيير معادلات إقليمية ودولية. لا
لقد مررنا بظروف أصعب ولم نلن أو نتراجع، وهذه المرة أيضا لن نتراجع بل سنكمل حتى إشراق شمس لبنان الجديد في جنات الخلد يا محمد، ولبنان إلى الأبد.